كلن كان لوجود عيني على هون حريص يجود دومي وهراء دجمدا مركة قبل كشاف رده هوسى عبد الله علي أحمد وافو وكجيري ودقر حسم يضامنا ها وكوحدة نبديت كار شباب أي لبى يكسدان وحقق يبقلي أضياء شدقان كعلماء الدين وزير كترسن حكومة دا يحدبانو ككلا سوى لبلا قلا بارلمان كجمهورية دا سوماليا وقرين وحا قوب تكاد لقار كمد وضايا شدقان كا ووالا وقا بري انجانة الفردوسة جيه قدومي هوري دقمدا ماركا يسيدو وكلادات كي كلاي وكلا جير يوداي قرحا كما يتبع من آلق وقفر ممالن ليهي مارتيس وابحا أسبابتيس إلهي وصوقر موكو بحا الله ونحرسته لكن دا او مارتين الو خوسن كرين او نية اهان ايقان بي اهاما اهد او صوت شقيني ويقدوميها الله ونحرسته من وحبان قبطي واري لكن قفوة الممالنا الهي ومري الله ونحرسته لليهي حلبانا دي كاقايب غلا كولان كدو عدا هايات المامين قدوميه وها شخص كسفو بي وعدالت فلسط برشديسا لا يوم حريستو عبد الله علي أحمد وافو يأنتي كالي يلا دماتي حريستي جمع الله كورا بيو سأل الشيخ عبد الله علي أحمد ما هاي اليوم يا بروكا مركا دماغ مركا وكلية ما هاي كما كشوه يا وسيد دماغ مركا ما هاي يقاميوها يقاميوها ما قربان لو يقاميوها إلهي سمري إيمان الله نغسيه ولكن عبد الله علي أحمد وافو قدوميه دمد مركا إيو دمان شو هدني لقه ريوتي إلهي هؤلاء نحريستو دمان طول جندي فردو سنع الله كورابيو دعالي إيو قرآن كي أن السوية ما أن أخر لنا إلهي هوا أخبرو وزيرة وزارة دستور كي حنانة حولها حكومة صوماليا oo qayb ka ah mas'uuliyiinta dawladda ee ka qayb gashay kulanka ducada ee loo sameeyay gudoomiyaha hore ee degmada marka ayaa tilmaamay inuu ahaa geesi naftiisa uu hore qaranka fabicnada ka waraabiyo annagu aqoon badan Soomaaliyeen nahay laakiin nin sheegan buu ahaa oo ku sheegan wax badan oo wanaag geesinimo iyo adkarnimo iyo inuu istaago qadiyad oo tan naftiisa ku wayay لو هو إنه قفبين كرانا ومحددين كرا وإنه نفتيسة أخرى ومدى نبوها عبادة بلان مامولك إيدر سكوات كان السيد عبد الله إيدر كل سوى شغير نوشيغي ينار بوشاكا أستان بوها هايني شغايا وفو وحو أصدق وحلبانا انت شقادة كتبي nimanka maanta ay gacantooda ay ku baxay abdullah uu ku baxay ayuu halgan la galay sabab xilligaan toos kaga tagay shaqada waa ogtihiin hadda ma isan bilaaban halgankiisi laakiin maanta waa naga sii badan yahay uu ku shigiyay shaqadii oo shacabka soomaaliyeed u hayay guud ahaan gaar ahaan reer shabeellada hoose waxaa mararka wada mahay inta maanta meesha timid iyo intaan imaanba عبد الله إنه كسف اسمه من هلكه مختار تيم عدور باين تقرنكا